دعني الآن أنتقل إلى المشهد الإقليمي المحيط بلبنان والمؤثر في لبنان والذي يتدخل فيه حزب الله من كما أسلفنا من اليمن إلى البحرين إلى العراق إلى سوريا. كيف تقرأ المشهد الإقليمي؟ وأنا أعتقد إذا توافقني بأن ما حدث في أفغانستان، الصور المروعة التي رأيناها، هي رسالة لكل من يحاول أو يعتقد بأن الموقف الأمريكي سيكون موقف صلب للدعم أو المواقف الغربية. هل أنا أبالغ بهذه القراءة أم تتفق معي؟ أبدا، هناك فرق بسيط جدا بين توصيفك ورأيي أنا فيما حدث في أفغانستان. يمكن أن الدولة الأفغانستانية انهارت بأسرع مما هو متوقع، ممكن، ولكن أعتقد أن الأمريكيين انسحبوا من أفغانستان على أثر نوع من التفاهمات الضمنية المعينة مع الطالبان، هذا سيتبين مع الأيام. من جهة أخرى، أخ طارق، نعم، وأنا أتمنى أن يسمعني كل المشاهدين العرب، الأمريكيين أنت تعرف كم نحن أصدقاء مع الأمريكيين. نعم. ولكن الأمريكيين ونحن نحن. نعم. الأمريكيين يسعون بشكل دائم لتحقيق مصالح بلادهم، ونحن يجب أن نسعى لتحقيق مصالح بلادنا. صحيح. وبالتالي لا يجب أن ننتظر من الأمريكيين أن يكونوا صامدين معنا، يجب أن نبدأ بأن نكون نحن صامدين مع أنفسنا بالدرجة الأولى، كما كنت أشرع عن لبنان قبل قليل، وأن نكون صامدين مع بعضنا كدول عربية بالدرجة الثانية، وبالدرجة الثالثة يجب أن نعرف ونتعلم من كل ما مر في التاريخ بأن الدول الكبرى بنهاية المطاف لا يوجد لديها صداقات وعواطف، أوكي، وقربة، لا يوجد هذا الشيء، يوجد أنه حسابات استراتيجية ومصلحتها. أين هي مصلحتها تقوم فيها؟ وبالتالي يجب نحن أن نصوب سياساتنا لمعرفتنا بكيف تتصرف الدول الكبرى. صحيح. وليس علينا أن نتأمل أن تصوب الدول الكبرى مساراتها انطلاقا من مثلا نحن.